الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواك. الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواك. هلا حملت متاعي فوق راحلتي، هلا سلكت طريقي حيث لقياك. الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق الله فرده يا جماعة. آمين إن شاء الله. أنت ما مقامك أني فوق أشواك. أضحت أماني فيا صبري ويا عجبي، إن القريب بعيد أيها الشاكي. قد كنت قبل هلال الشهر منشغلا، حتى فتحت على لوجاع شباكي. لما ذكرت ليال ذكرها عطر، ليالي الصوم نعام الذكر ذكراك. في مسجد المصطفى صفوا صفوفهم، صفوا خشوعا فكم دع وكم باكي. الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة. إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى بأداء ركن الحج، أكملنا الحج ولله الحمد. ونحن الآن الرحلات الأخيرة التي وصلت نمكنها بفضل الله في هذه الرحلة من أن تؤدي زيارة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا إخواننا نحن عندما نصل إلى مدينة رسول الله، الباص بيمشي وبنزلنا في الفندق، بعد ذلك نذهب إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد النبوي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة فيه تعدل 1000 صلاة في مسجد الرسول. الصلاة الواحدة تعدل كم يا إخواننا؟ 1000 صلاة. أما في بيت الله الحرام ب100,000. فأنتوا قاعدين خلال هذه الأيام قاعدين تغتنموا فضائل وأجر كبير إن شاء الله. فنصلي ركعتين في المسجد النبوي عندما نذهب، إذا صادفنا وقت صلاة نصلي، ثم بعد ذلك أيها الإخوة نبدأ بزيارة النبي. ندخل من باب السلام، نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عندما نصل بكل أدب وخشوع، نقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم يا رسول الله. بعد ذلك نسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر، السلام على أبي بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلام على عمر بن الخطاب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك نخرج نجد شهداء البقيع، مقبرة البقيع فيها حوالي أكثر من 10,000 صحابة، عدد من الصحابة وكذلك عدد من التابعين وكذلك عدد من الموتى في هذه المقبرة. نترحم عليهم، نترحم عليهم. يقولون فيها قبر سيدنا عثمان بن عفان وزوجات النبي وأبناء النبي وغير ذلك، وعدد كبير من الصحابة. ثم بعد ذلك نرجع أيها الإخوة، بعد أن نترحم على شهداء البقيع نذهب نرجع مرة أخرى إلى الفندق، نرتب نفسنا شوية ونبدأ بزيارة شهداء أحد. نزور شهداء أحد، هناك سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب، وكذلك القائد الرماة عبد الله بن جبير،
وعدد من الصحابة الذين استشهدوا في غزوة أحد. وكذلك ترون جبل الرماة الصحابة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا ويكونوا في حماية ظهورهم عند المعركة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتمونا نغنم فلا تشاركوننا، وإذا رأيتمونا نهزم فدافعوا عنا. وهم خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كشفوا ظهر النبي للعدو، فقلبت المعركة من نصر إلى هزيمة، فاستشهد فيها عدد من الصحابة. أيضا بعد ذلك أيها الأخوة نزور مسجد قباء. مسجد قباء طبعا نزوره النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة المنورة. أول ما أقام في قباء، أقول بعض الكتب أن النبي أقام فيها حوالي 14 يوم، وأسس فيها مسجد قباء الذي صار اليوم هو مسجد له مكانه وله تاريخه الإسلامي كبير. عندما الإنسان يأتي إلى المدينة المنورة يزور، يا أخواننا يزور شنو؟ يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل في بيته وأتى قباء وصلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعدل عمره. ثم نزور مسجد القبلتين. مسجد القبلتين أيضا له تاريخه في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيه فترة من الزمن وكان متجها نحو بيت الأقصى، بيت المقدس. ثم والنبي عليه الصلاة والسلام قلبه ووجهته ترتاح أن تتجه نحو بيت المقدس. وأنزل الله عليه قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. ده الآية اللي نزلت للنبي وهو في مسجد شنو؟ الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواك. الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواك. هلا حملت متاعي فوق راحلتي، هلا سلكت طريقي حيث لقياك. الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك. يا طيبة العز إن الروح تائهة، ضاق المقام كأني فوق أشواك. أضحت أماني فيا صبري ويا عجبي، إن القريب بعيد أيها الشاكي. قد كنت قبل هلال الشهر منشغلا، حتى فتحت على لوجاع شباكي. لما ذكرت ليال ذكرها عطر، ليالي الصوم نعام الذكر ذكراك. في مسجد المصطفى صفوا صفوفهم، صفوا خشوعا فكم دع وكم باكي. الشوق في القلب إن القلب يهواك، ما تشتهي العين حسنا غير رؤياك.
يا طيبة العز إن الروح تائهة ضاق المقام كأني فوق أشواك. وفي الطرقات زحام من تدافعنا حياك يا أجمل الأيام حياك. وفي البيوت جموعا من أحبتنا لا تقصر الصوت فاضلا أيها الحاكي. أمالنا في صلاح الحال قائمة ورحمة الله تنهي كل فتاك. حتى وإن زرت